مساء الفل يا جماعة. احنا النهاردة في اول تجربة قيادة لباستيون بي 70، اول عربية سيدان بتطرح من علامة باستيون البريميوم اللي بتقدمها لنا شركة مصر حلوان الوكيل الحصري لعلامة باستيون في مصر. طبعا علامة باستيون زي ما قلنا قبل كده هي بتنتمي لعلامة فاو الصينية، واحد من اكبر مصنعي السيارات في الصين. معنا الاستاذ علي طبعا من السيلز، وهنطلع دلوقتي ان شاء الله لتجربة القيادة. مبدئيا من ضمن الحاجات اللطيفة في العربية انه تقريبا الاوبشنز الموجودة في الثلاث فئات اللي العربية تنزل بيهم واحدة، سواء متعلقة بالسيفتي باختلاف طبعا عدد الايرباجز، او حتى الحاجات المتعلقة بالانفتمنت سيستم والدلع والكلام ده. فمش هتحس قوي بفرق كبير ما بين الثلاث عربيات في او الثلاث فئات في العربية. طيب احنا كده بسم الله ننطلق. اوكي في زرار سيفتي كده ولا لطيف، ماشي وكده بسم الله. يمين ولا شمال بقى؟ ايه ماشي. طيب من ضمن الحاجات المختلفه برضو ما بين الثلاث فئات هو نظام نقل الحركه. نقل الحركه هنا في الفئه الثالثه بيكون اوتوماتيكي، اما في الفئتين الاولى والثانيه بيكون نقل الحركه ميكانيكي. الفرق بيبقى بسيط في النقلات، وهتلاحظوا كمان في اختلاف في شكل نقل الحركه ما بين الثلاث فئات. طيب بشكل مبدئي العربيه بتطرح بمحرك 1500 سي سي تيربو متوصل على نقل الحركه. ده بيجي دول كلاتش او ثنائي القابض او دي سي تي من 7 سرعات. منظومة الحركة طبعا نقل الحركة الأول بيجي وات مش دراي من شركة آيسن اليابانية، ودي أحد أبرز المميزات في العربية، لأنه طبعا شركة آيسن اليابانية من الشركات الموثوق فيها في السوق المصري في إنتاج نوائل الحركة، فطبعا يعني دي حتة ما يقلقش منها. المنظومة دي كلها بتطلع حوالي 166 حصان تقريبا، 166 حصان، والعزم بتاع العربية 258 نيوتن متر. مفيش لسه ارقام رسميه متعلقه بمعدل استهلاك البنزين او التسارع بتاع العربيه من 0 ل 100، ولكن ان شاء الله في اقرب تجربه قياده مفصله للعربيه هنتعرف على كل التفاصيل المتعلقه بالموضوع ده. طيب بشكل مبدئي انطباعي الاول عن الطلعه بتاعه العربيه، العربيه نشيطه، فيها نشاط، وطبعا احنا بنتكلم في 1500 سي سي. اعتقد انه التورك بتاع العربيه بيبان على ار بي ام منخفض، ودي برضو من ضمن الحاجات اللطيفه في العربيه. هنجرب دلوقتي كده ناكسلريت كده ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. طيب ده شارع كده لطيف. عظيم جدا. مبدئيا مش حاسس بالنقلات، دي رقم واحد. لقطة لطيفة جدا، ما بتحسش بالنقلات والعربية بتنقل. يمكن في لاج بسيط شوية، بسيط قوي يعني، متعلق ب على ما التربو يشتغل بتاع العربية، لكن واضح ان هو بيشتغل على ار بي ام قليل، تقريبا من 1200 ل 1500 لفة. فده يعني رقم يعتبر قليل لحد ما، وواضح ان العربية نشيطة زي ما قلت لكم. نظام التعليق برضو زي ما قلت لكم برضو في البداية كده، أحد الاختلافات ما بين العربيات الثلاثة أو الفئات الثلاثة اللي بتطرح بهم العربية، في الفئتين الأولى والثانية بيكون نظام التعليق الخلفي تورشن بيم متصل، تورشن بيم متصل. أما هنا في الفئة الثالثة اللي معانا اللي هي تعتبر الأعلى تجهيزا في البي 70، فبيكون نظام التعليق الخلفي بيجي مالتي لينك منفصل، ودي برضو من ضمن الحاجات اللطيفه. السسبنشن سيستم لطيف، بياخد ويدي مع المطبات. ده بالنسبه للفئه الثالثه، معرفش طبعا الفئه الاولى والثانيه لما يكون تورشن بيم هيبقى اداؤه عامل ازاي. هنلف تمام. نظام التوجيه في العربيه برضو بيستجيب الى حد ما بشكل سريع، مش حاسس باي مشكله. طبعا مش هيبان معانا قوي دلوقتي. العزل بتاع العربيه كمان الى حد ما محترم، الجنط بيجي 18 انش، في بتسمع شويه سنه الدبدبه في الشارع. الفرامل حلو ده ماشي. السسبنشن سيستم بيستجيب بشكل لطيف. الفرامل مش عارف، الفرامل استجابتها مش سريعه شويه.
ولا انا محتاج ادوس بزياده؟ محتاج شويه دوس بزياده. وطبعا دي عشان الديمو بتاعت العربيات مش الفاينل برودكشن للاند يوزر. فدي الديمو كده في يعني المفروض كانت العرض وكم حاجه كده عندنا. تمام. الافتيم سيستم بقى في العربيه هنا في الفئات الثلاثه من ضمن الحاجات اللطيفه جدا فيه ان هو بيجي واحد، يعني شاشه العدادات 7 انش في الثلاث فئات، شاشه الافتيم سيستم 12 انش في الثلاث فئات، مفيش فيها اي اختلاف. شاومي هي اللي عامله الافتيم سيستم وعامله كل السيستم او كل البروجرامنج بتاع العربيه، حتى البروجرامنج الخاص بالسنسورز بتاعه العربيه، يعني كل اي حاجه ليها علاقه بالبروجرامنج شاومي هي اللي عاملاه. فالعربيه تعتبر انت يعني ايه شايل راكب موبايل باربع عجلات وموتور، يعني حاجه محترمه جدا، فيها كميه اوبشن ظريفه جدا. من ضمن الحاجات برضو اللي جربناها بس ما كانتش هنا في البي 70، هجربها ان شاء الله في البي 70 واحنا بنتكلم على الكونسول الامامي في الريفيو. لكن من ضمن الحاجات اللطيفه ان عندنا ميرورنج للسكرين بتاعه الموبايل، سواء الاندرويد اوتو او الابل كار بلاي من خلال ابلكيشن اسمه ايزي كونكشن او ايزي كونكت حاجه كده. ده هنجربه لسه، يعني هو مش اكيد لكن هو موجود اوريدي، موجود في التي 77 الاس يو في، جربناه في الاندرويد وهجربه ان شاء الله في الابل وهنشوف الدنيا هتمشي ازاي. ندخل من هنا. تمام. طيب دي كانت الانطباعات الاوليه والسريعه على تجربتنا لقياده البي 70 من بيستون ووكيلها الحصري في السوق المصري شركة مصر حلوان. ان شاء الله انتظروا بقى تجربة القيادة المفصلة والكاملة، وطبعا تجربة القيادة دي هتكون ضمن ريفيو مفصل للعربية، ممكن ننزلها فيديو لوحده وممكن تلاقوها في الريفيو، لسه مش عارف الدنيا هتمشي ازاي، ولكن في ريفيو بقى مفصل كامل للعربية هتشوفوه في الشوروم، هنتعرف فيه على العربية بشكل كامل ومفصل. كان في شوية حاجات كده لقطات غابت عن العربية كان نفسي تبقى موجود فيها، منها مثلا البادل شيفتر الموجود هنا مش موجود في العربية، مع ان الاداء المفروض ان هو رياضي الى حد ما، فيعني كنت اتمنى ان نشوف فيها البادل شيفتر. في كمان يعني لمسات يعني ليها علاقه بالدلع، يعني زي مثلا الامبينت لايت، مفيش العربيه مفيهاش امبينت لايت في الفئات الثلاثه، الشنطه مش كهربا في الفئات الثلاثه، برضو كنت اتمنى ان الشنطه تكون كهربا، يعني شويه حاجات كده ايه لقطات بسيطه متعلقه بالدلع، الناس اللي مش بتهتمش بالدلع قوي مش هتفرق معاها الحاجات دي اكيد. وان شاء الله نتمنى انه التوكيل يبقى اكيد لسه بياخدوا خطواته الاولى في عالم السيارات، فطبعا دي حاجه كويسه ومبشره، والتنافس في المجال بيزود البنفيتس او بيزود منفعه المستهلك بشكل اساسي، ودي حاجه كويسه جدا. فنتمنى ان هو يكون بيستجيب، اكيد ان شاء الله يكون بيستجيب للمستهلكين او للناس اللي يعني ايه بتجرب العربيه. طبعا عايز ارجع ادوس على السيفتي. لازم السيفتي، موضوع السيفتي ده بيلخبط. تمام كده. من ضمن الحاجات برضو لطيفه يا جماعه ان عندنا هنا في الفئه الثانيه والفئه الثالثه كمان بيبقى في عندنا منظومه كاميرات 360 درجه، الريزولوشن بتاعها في الاضاءه بيكون رائع جدا. في الايه الثالثه في الثانيه كمان؟ لا الثانيه ما فيهاش 360. انا شفته في الثانيه. لا 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 ده الديمو برضو. في شويه عشان الديمو. اوكي طيب يبقى في الثالثه بس يا جماعه. اوكي طيب ادينا بنرجع اهو. من ضمن برضو الحاجات اللي موجوده في الثالثه بس السنسور الركن الاماميه، دي برضو من ضمن الحاجات الكويسه. وفي عندنا درايف مود سبورت، دي برضو من ضمن الحاجات المشتركه ما بين الفئات الثلاثه اللي بتطرح بيهم العربيه. بص معلش يا جماعه انا قلت فاشن شويه في موضوع الركنه ده، بعتمد على المرايات، موضوع الكاميرا ده بيلخبطني شويه، فايه يعني خلينا في المرايات كده نبقى ايه زي الفل وفي السيفتي بس كده. ماشي نشوفكم على خير بقى ان شاء الله في تجربه قياده بقى مفصله للبي 70 as soon as possible، يعني على قد ما نقدر ان شاء الله في اقرب فرصه. السلام عليكم.